كنا ذكرنا أنه لا بد في الصيام من الإمساك عن الجماع وعن الاستمناء وعن الاستقاء وعن الردة، كذلك يجب عليه الإمساك عن إدخال عين إلى الجوف من منفذ مفتوح إلا الريق الخالص الطاهر من معدنه. العين المراد بها ما له حجم، حجم ظاهر. إذا أدخل الشخص عمدا عينا إلى الجوف أي إلى البدن أو إلى الرأس من منفذ مفتوح في أثناء الصيام فسد صومه، إلا فيما يستثنى الآن نذكره. حتى لو كان هذا الشيء صغيرا كحبة سمسم علقت بين أسنانه، وسواء كان هذا الشيء تهضمه المعدة أو لا تهضمه، سواء كان مأكولا أو لا، يعني لو بلع حجرا بطل صومه أو أدخل من أنفه حجرا إلى الداخل. لذلك من شرب السيجارة في نهار رمضان يفسد صومه، لأنه ينفصل أجزاء صغيرة تدخل إلى الداخل. أما لو شم العطر لا يفسد صومه، لو شم الطيب لا يفسد صومه، لأنه لا يدخل إلى الجوف أجزاء لها حجم بذلك. ولو ذاق الطعام ثم مجه لا يفطر، لأنه ما دخل إلى الجوف. ولو تمضمض ثم مج الماء لا يفطر. ولو بلع شيئا من هذا الماء من ماء المضمضة بغير إرادة لا يبطل صومه، إلا أن يكون بالغ في المضمضة، يعني إذا أوصل الماء إلى أقصى الفم ثم بسبب ذلك بلع شيئا بغير إرادته فإنه يفطر عند ذلك. ليش؟ لأنه مأمور باجتناب المبالغة في الصيام، لأنه مأمور أن يجتنب المبالغة في المضمضة في الصيام. ومخرج الحاء من الجوف، فإن وصل شيء من خارج إلى مخرج الحاء فقد أفطر. ومنتهى الأنف هو الخيشوم، آخر الأنف الخيشوم، فإذا جاوز الداخل الخيشوم فقد أفطر. وأما إذا بلع الريق فلا يفطر إلا أن يخرجه خارج الفم إلى الشفة مثلا، إلى ظاهر الشفة ثم يبلعه فإنه يفطر عند ذلك. أو أن يخرجه مجتمعا على السواك ثم يرده فيبلعه، ثم يرده فيبلعه، أو نحو ذلك. مما مر يعلم أن الإبرة في العضل مثلا فلا تنقض الصيام، لأنها ليست منفذا مفتوحا، لأن دخولها ليس من منفذ مفتوح. أما الحقنة في الدبر فتفطر. يفسد هذا الصيام إذا فعله الشخص وهو ذاكر للصوم، وهو ذاكر للصوم عامد لذلك. أما لو كان ناسيا أو مكرها فلا يفسد صومه. لذلك لو أكل الشخص أو شرب ناسيا في أثناء الصوم لا يفسد صومه، كما صح في الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حتى لو كان كثيرا. وكذلك يشترط ليفسد الطعام والشراب وما شابه الصوم أن يكون الشخص عالما بتحريم ذلك، فإن لم يكن عالما بحرمة ذلك لكونه حديث عهد بإسلام مثلا لم يفسد صومه. كذلك يشترط لصحة الصوم أن لا يجن ولو لحظة، فلو طرأ عليه جنون ولو لحظة في نهار الصيام فسد صومه. ومن شروطه أيضا، من شروط صحته، أن لا يغمى عليه كل اليوم من الفجر إلى المغرب. أما لو أغمي عليه بعض اليوم كأن أغمي عليه من شروق الشمس إلى المغرب، أو من الفجر إلى ما قبل المغرب بلحظة أو بلحظتين أو ثلاث لحظات، فإن صيامه صحيح.
أما النوم فلا يؤثر، ليس كالإغماء، حكم النوم ليس كحكم الإغماء. لو نام طول النهار صح صومه. بعد أن تكلمنا عما يجتنبه الشخص في الصيام عن النية، نية الصيام، وعما يجتنب في الصيام، الآن نذكر بعض الأيام التي لا يصح صيامها، لا يجوز أن يصومها الشخص. لا يصح ولا يجوز صوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ولا يصح صوم أيام التشريق الثلاثة، وهي الأيام الثلاثة التي تتبع عيد الأضحى. حتى لو كان على الشخص فدية تمتع ليس له أن يصومها في هذه الأيام. طيب، كذلك لا يصح ولا يجوز صوم النصف الأخير من شعبان، يعني إلا أن يصله الشخص بما قبله. وكذلك لا يصح ولا يجوز صوم يوم الشك. يوم الشك هو اليوم الذي أخبر بعض الناس الذين لا يأخذ القاضي بشهادتهم أنهم رأوا الهلال. هؤلاء لا يثبت دخول رمضان بشهادتهم، يكون اليوم التالي 30 من شعبان، لكن يسمى يوم الشك. لماذا؟ لأن بعض الناس وإن كان لا يوثق، لا يأخذ القاضي بكلامهم، لا يعتمد شهادتهم، لكن بعض الناس أخبر أنه رأى الهلال. ممن لا يأخذ القاضي بشهادتهم أخبر أنه رأى الهلال، هذا يقال له يوم الشك. لا يجوز أن يقول الشخص أصومه احتياطا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إن كان الشخص يصوم وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول فصامه كله فكان من جملة ما صام يوم الشك لا يحرم، لأنه لا يصومه على أنه شو يوم الشك، إنما يصومه على أنه من النصف الثاني من شعبان وهو كان وصله بما قبله. أما لو صدق الشخص هذا الذي قال إنه رأى الهلال فصام، يكون صيامه على أنه من رمضان، لا يكون على أنه يوم الشك. مذكرين نحن قلنا لو كان القاضي ما أعلن الصوم، إذا امرأة أو ولد غير بالغ أو نحو ذلك أخبر الشخص أنه رأى الهلال فصدقه، يجوز له هو للشخص أن يصوم. هنا يكون صيامه على أن هذا اليوم من أي شهر؟ من رمضان، ليس على أنه يصومه احتياطا على أنه يوم الشك، يجوز هنا. كذلك لو كان شخص له عادة في الصيام فوافقت عادته النصف الثاني من شعبان فصام لعادته، أو يوم الشك فصام لعادته، لا لأن هذا اليوم هو النصف الثاني من شعبان أو لأنه يوم الشك، لا يحرم صومه. كأن كان له عادة أن يصوم كل اثنين أو كل اثنين وخميس أو غير ذلك، فوافقت عادته النصف الثاني من شعبان أو يوم الشك، يجوز له أن يصوم. حتى يصل النصف الثاني من شعبان بما قبله لابد أن يصوم 15 من شعبان. كذلك لو قضى، لو كان عليه صوم قضاء، فإنه يجوز له أن يقضي في النصف الثاني من شعبان وفي يوم الشك. ومما يثبت به الصيام حصول ما جرت به العادة في بلاد المسلمين أنه علامة على ثبوت رمضان، بأن جرت عادتهم مثلا بضرب المدفع، فإنه يكفي ذلك في ثبوت بداية الصوم. في بعض البلاد هناك عادة إذا أثبت القاضي رمضان، دخول شهر رمضان، يضربون المدفع في الليل، فإذا سمع الناس ضرب المدفع عرفوا أن القاضي أثبت دخول شهر رمضان،
فمن سمع ضرب المدفع يجوز أن يعتمد على ذلك ليصوم. ومثل هذا الإعلان في الإذاعة هو مثل ضرب المدفع.